سلم سبحان الله اليوسفيات له فوائد كثيرات، مثل اختنا ندى شعرت البيت وقلب دولة الكويت السيوسي الرفاعي، سوت رفاعيات سبط الوالد ولد بنت اختنا ماجد السيد يوسف هاشم الرفاعي، سوى اليوسفيات فيات حلو جمعها وعدها سبطه القاضي هشام عيسى ما الشاهين ولد بنت السيد يوسف الرفاعي ماجد السيد يوسف هاشم الرفاعي. سبحان الله لقيت من القصائد الحلوه اخوي الاستاذ احمد السيدوس سيد هاشم الرفاعي نجل الوالد سيد هاشم سيد احمد الرفاعي واعلام متميز وكاله الانباء الكويتيه كون يمدح بوت سيد هاشم الرفاعي وزينا بشيخ الطريق الرفاعي الصوفيه. سمعوا من اب من ولد لابيه كان كله هو بدرسه يوم الخميس ومتعلق فيه يقول لي اب كنور الشمس طلعته ينير الكون من بعد ومن قرب جواد شجاع فارس بطل في الشدائد العظمى وفي الكرب له يدا فضل عما نفعهما بالخير على العجم وكذا على العرب لا يرد السائل والمحتاج أبدا ولو شكى الله من عسر ومن تعب لا يغفل عن ذكر مولاه وكذا ذكر جده المختار سيد العرب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة له في كل ميدان باع وله ذكر يسمو على أهل الشرق والغرب فريد زمانه وقطب لعصره فاق الجميع في العلم والأدب. هو كان يقول أخوي السيد أحمد السيد هاشم الرفاعي يقول نطفة السيد يوسف الرفاعي من جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام والسيد أحمد الرفاعي من طريق الرفاعي الصوفية فاق أقرانه بالقرب من ربي فهو الولي التقي مجاب الطلب والله بدوان المنصور فهو أب لم تر عيني قط له مثيلا ولم تر في سائر الحقوب وهو يعني سيد أحمد الرفاعي الصغير.